احنا ما حدا، احنا كنا اولاد كترمية ولا اولاد شقيم ولا اولاد شبلين ولا اولاد الوردانية، اولاد الاثنين منا ما حدا. اعتصم أهالي إقليم الخروب أمام معمل ترابط سبلين حاملين يافطات تطالب بمنع دخول الشاحنات القادمة من بيروت والمحملة بالنفايات من الدخول إلى المعمل. رئيس بلدية كترمية الدكتور بلال قاسم دحروج أعلن عن رفض أهالي الإقليم لدخول النفايات إلى المنطقة لما لها من آثار سلبية في زيادة تلوث البيئة وزيادة الضرر في صحة المواطنين. مجتمعين أبناء إقليم الخروب لمنع كب النفايات عندنا في إقليم الخروب، لأنه الموضوع عم بيسبب لنا يعني صحة بيئية لأولادنا ولأطفالنا، يكفينا سموم. كل ضيعة مثل ما اتفقنا كانت تحت إقليم الخروب تعالج نفاياتها بنفسها. ففوجئنا بهالقرار الأخير اللي طلع فيه وزير البيئة إنه يطلع على إقليم الخروب يسمح لنا فيها، كان لازم يتعالج الموضوع قديما. نحن عملنا كقوى سياسية اليوم من الفجر لحتى منع هالنفايات او هالكميونات تطلع على معمل الترابي السبلين لحتى نشوف شو بعدين شو بده يصير. نحن كاكليم خروب منعين منع عن بيتنا اي كميون زبالي يطلع على منطقتنا، يكفينا. اعتصام مفتوح طبعا، اعتصام مفتوح يكفينا الكسارة والمزف في معمل الترابي. صحيح. بعدين يعني كل الزبالة بتمنى على الدولة تعالج امورها الضاحية بيجيبوها لوحدة، خلاص كفينا. بتمنى احنا عم نعالج امورنا هي تعالج امورها كمان. لأمتى يعني لأمتى؟ شبعنا. انت سكان وين يا حاج سكان وين؟ انا من سبلين ودي لك كلمتين بس. عارفه عن حالك بس معلش بهمنا بس قولي اسمك. انا اميره كوبر من سبلين. نعم. نحن كلمه واحده بالمنطقه، كلمه واحده يعني شبعنا سموم، يعني نحن عم نموت، نحن عم نلفظ أنفسنا الأخيرة، ما حدا شاعر فينا ولا حدا حسس فينا. نتمنى نحن الوزير وليد جنبلاط قال سابقا إنه ممنوع النفايات بالمنطقة بالإقليم، شو هذا ما بدأ لحتى يرجعوا يجيبوا الزبالة لهون لأي متى؟ يعني هو ما موت أهل الإقليم؟ خلي يعطينا الجواب، ما تعصب. نحن هون كاميونات بده يجي على المنطقة يمروا على أسد، كفينا خلصنا بقى. يعني نحن عم نموت بحد أسد، هن قاعدين برا بياكلوا بيشربوا أكلين أموال البلد، عم يتقاسموا الجبن، وهن نايمين وبسبع نومة. لا بلد، لا اقتصاد، لا سياحة، لا هوا نظيف، لا أكل، لا شرب، لا أي متى. لا كهرباء. دفعنا خلاص. باقيين هون بالاعتصام. باقيين هون الليل مع النهار، ممنوع على أسدنا الكميونات بدها تمرق، على أسدنا نحن ممنوع أي كميون يمرق.